الموضوع ده حله في ايدك انت. الحمل ده لازم ينزل. أعوذ بالله من غضب الله، ده قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. البيت ده وكل حاجة فيه بما فيه اللي انت لابساه ده بفلوس. حاولي العالية، وانتي هتقولي لأمجد. وطالما انت حقاني قوي كده، حق انا فين؟ ايه الجرح اللي في رقبتك ده؟ ده السبب في اي حاجة انا وصلت لها. انا مش عايزة الحالة اللي انتوا فيها دي تستمر. انت غير اي حد عندي في الدنيا. في حد معاكي جوه؟ كان رابط لبعض راح خلاص، اللي في القلب خلي مكانه. علاقة مشروعة يومياً 10:30 مساءً في رمضان على قناة مصر الأولى.